رحب بحضراتكم مره اخرى في اسال مجرب. ازرع علشان تنتج، وازرع علشان تحقق ارباح. ده يتحقق ازاي؟ ان انا اقدر استغل الموارد اللي متاحه، ان انا اتغلب على المشاكل الموجوده بطرق علميه. هي مشكله ارتفاع نسبه الملوحه في المياه بتؤثر فعلا على المحاصيل الزراعيه. انا كنت موجود هنا من حوالي سنه تقريبا، كان في هذا التوقيت لسه بنستخدم معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر، وعدتهم ان انا هاجي تاني اسجل معاهم واشوف النتائج. مرحب بك. مرحبا. اسم حضرتك سعيد عيد الفين. يا حاج سعيد، احنا فين بالظبط؟ احنا في الطبراني مركز وادي النطوع. انا لما جيت من 9 شهور ما كنتش مع حضرتك. لا كنت بسجل مع شريك عبد النبي. ربنا يبارك لكم دايما. الله يكرمك. الحاج عبد النبي المره اللي فاتت قال لي انا مش هقول لك كلمه الا لما اشوف بعيني. احكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان حصل تطورات من الملوحه، كان الشجر بينشف، كان الورق بيقع مننا والزهره بتقع، فطبعا الملوحه لو مع كتر المعالجه حصل تحسين جامد. انتوا زارعين ايه بالظبط؟ احنا زارعين خوخ وزارعين سفندي. ايوه. وبنزرع محاصيل خوخ وموالح، وعندك خضار. شايف الفول؟ الفول ده طبعا الفول شغال. هي نسبه الملوحه كام جزء في الملوحه؟ كانت 1600. كانت 1600. هنا نسبه الملوحه 1600 جزء في المليون. ارض ميه معيه. هو بيتكلم على مشاكل في الزراعه، قال لي الخوخ كان بيتعب مني. احنا زرعنا هنا دي الارض دي كانت مزروعه موز، وقلعناها من الملوحه. قلعتها من الملوحه. وخسرنا فيها ايام. جرب بعد فتره. بعد ما الدنيا تستقر، اما لما الارض تظهر شويه هنجرب هنرد على المستوى. انت قلت كلمه حلوه قوي، لما الارض تظهر شويه. التسع شهور دول ما حسيتش؟ لا في نتيجه. لا في نفسها. لا مش الشجر، التربه نفسها. التربه نفسها ما بقتش تغير. خفت التغيير. التربه حوالين الاشجار خفت التغيير. شبكات الري المره اللي فاتت قلت لي كل شويه بتتسد، بتشتري غيرها. الاملاح بتخلينا الاملاح كانت بتعمل رواسب في الشبكه وبتسدد. ودلوقتي؟ لا دلوقتي احسن. احسن 70%. هو الفدان بيتكلف كام شبكه ري؟ يعني لو جيت اركب شبكه في الفدان بتدفع تصرف بتصرف لها بتاع 10-15 ألف. الفدان يصرف له 10-15 ألف. شبكه الري اللي هي الخرافيل. الخرافيل سبب الاملاح، فناتر والشبكه ومواسير وخرافيم وبتاع. يعني كده معدل استهلاك عمره الافراد بقى اطول. ان انا بدل ما كل شويه يعني احنا كنا بنغير خرافيم بس، مثلا بنغير لنا في الفدان بياخد له 10 لتر خرافيم في حدود 6000 جنيه او 7000 جنيه كل سنتين ثلاثة. فبنخليهم ممكن تعيش لها 5-6 سنين. ده اشجار الاستفادة. اخباره ايه بقى؟ لا الحمد لله السنه دي احسن من كتير من عام نوم. يعني الفرق 70% من عام نوم. في ايه بقى الفرق؟ في المحصول كان عليه حلم، ما حصلش تساقط من الاملاح. الفدان زادت انتاجيته بنسبه قد ايه؟ زادت انتاجيته بنسبه اقل حاجه 50%. بص للكاميرا. اقل حاجه 50%. ده كلام الحاج مش انا اللي بقول. يعني ده شجره وارضه وهو اللي استخدم التكنولوجيا دي. الفدان زاد في حدود 50%. نسبه 50%. يعني كان بيجيب كام طن وجاب كام؟ يعني كان بيجيب له 15، بقى يجيب له 20-25. ربنا يبارك. يعني انا النهارده قللت في التكلفه. لان حتى قلل معانا كمان في التسميد. هو قلل في التسميد، بقى معدل العمر الافراد بتاعها اطول. التسميد قل. بتضيف مضادات املاح ولا بطل؟ لا بطل. قلل الاسمده، زود العمر الافتراضي لشبكه الري، زود الانتاج بدل ما هو 10 طن او 15 بقى 25. فدي كلها مكسب للفلاح. ربنا يبارك. هو ده اللي احنا بنطلبه. عندنا يستفندي وعندنا فول بلدي. فول بلدي. ده فول بلدي. ده طبق المصريين. تصدق ان احنا بنستورد؟ ما هي دي عيشه المصريين عليها. احنا بنستورده. ينفع؟ الفول اجبره معاك. ما هو الملوحه اللي مزعله الدنيا في الكاب. الجبل ابو الفول، بس الملوحه اللي مزعلاه. هو الفول بيخص بالتربه. بيخص بالتربه. لان هو فيه بكتيريا وبيوجد بكتيريا في الارض. يعني انا دايما بقول لكم الفلاح هو اللي علم. فطبعا الملوحه بتموت البكتيريا. الفلاح علم الدنيا الزراعه. هو زارع فول، ده بيخص بالتربه. بيخص بالتربه وبيوجد بكتيريا في الارض. الفول والبرسيم. دول اللي بيحسنوا التربه. النهارده انا مخصص بالتربه عندي، بزود الانتاج من المحصول اللي بستورده من الخارج، بقلل التكلفه. دي كلها مميزات. 1600 جزء في المليون في ارض رمليه فيها مشاكل كتيره جدا، وبقدر اتغلب عليها باستخدام تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي. هي دلوقتي احنا محللين من 3-4 شهور، بقت 700. قلت. بقت 700. قول لي بقى النهارده كده كلمه للناس اللي بتشوفك. لا هو اللي ما يركبوش في على مستوى عند راجل اي عنده شغال على الابار كله لازم يركب. اي ابار. وهو مش مكلف؟ لا مش مكلف. ده بندفع اياه.
احنا كنا بندفع ياما، احنا الوقت خفينا بقى، خفينا لنا 30 40% 50% من الاسمنت. توفيق، اشكرك على الله يكرمك دايما يا جدع. ده ده انتوا تشرفتوا يا عم، انتوا تحت امركم وده الصح، ويا ريت تتوسعوا فيه، ويا ريت يعني العالم كله تركز. اشكرك.